السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دلوقتي هنفترض ان احنا شغالين في الشركه ليفل 1، فعندنا بيم تشيك ليست نتاكد منها الشغل بتاعنا مظبوط ولا لا. يعني ايه بيم ليفل 1؟ يعني ممكن يكون المعماري معمول بيم بس بقيه الاقسام مش معموله بيم، مفيش تنسيق او مفيش بيم بالقدرات القويه اللي احنا منتظرينها، في قسم مش عامل شغل بيم. ده على سبيل المثال. طيب ايه الحاجات اللي احنا ممكن نفحصها؟ ممكن نفحص مثلا حاجات زي الستاندرد، يعني هل في اتفاقيه على الرولز اللي كل واحد ايه المسؤول عنها وايه المهام بتاعته، طريقه التسميات هل هي موجوده ولا لا. لو الحاجات دي مش موجوده يبقى مفيش بيم اصلا. الكومن داتا انفايرمنت، هل في بيئه معينه بننظم فيها الشغل بتاعنا، وفي فولدر معين مثلا لورك ان بروجرس وفولدر تاني للشيرت وهكذا ولا لا. هل في تبادل المعلومات ولا لا؟ هل في رقم محدد ولا لا لكل حاجه؟ طريقه تبادل الملفات ولا لا؟ طبعا دي تشيك ليست قويه جدا بحيث ان انت تتاكد ان انت شغلك مظبوط ولا في مشاكل، لان ممكن المشاكل بعد كده تظهر تروح معطل لك الشغل كله. فالحاجات مثلا زي الديزاين مانجمنت، هل في بلان اوف ورك واضح؟ هل في معرفه كامله بالمتطلبات المالك اللي هي الاي اي ار امبلوير انفورميشن ريكويرمنت ولا لا؟ هل كلاسيفيكيشن سيستم اللي احنا شغال بيه موجود وواضح ولا لا؟ تمام، دي من ضمن الحاجات اللي انت لازم تكون عاملها عندك، تقدر تعمل انت واحده خاصه بيك، او ممكن تدخل على الموقع سكوتش فيوتشر تراست وتقدر تحمل منه الملف دوت، ولو انت عامل حاجه خاصه